بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو برو. في حلقة اليوم إن شاء الله سأقدم لكم نشر الفيديو الذي سبق وان شرحناه يمكن مواجهة الضغوط السابقة من خلال الذهاب إلى قناة واختيار الفيديو. فبمجرد أن تختار الفيديو هنا سيعطيك هناك جميع سيعطيك هناك جميع الفيديوهات التي قمنا بنشرها بخصوص هذا الكورس المجاني في بخصوص الخادمة بالطبع. فبالنسبة للخادمة فكل ما عليك أول شيء أن تذهب إلى الفيديو الذي تقوم بنشره بالضغط هنا، ثم بعد ذلك تقوم باختيار، ستظهر لك خاصية هنا سأريها لك الآن. ستقوم بالضغط هنا واختيار اين وضعت الفيديو. دائما سيكون في الكامتازيا، يعني اذا لم تقوم بتحويله الى مكان اخر فهو يعطيك في الكامتازيا في الدوكيمو كامتازيا، وستجد الفيديو الخاص بك هنا يعني باي ديفو. فالمهم بعد اختيار الفيديو ستنصت الى ان يظهر لك على هذا الشكل. مباشرة بعد ان يظهر لك على هذا الشكل ستذهب الى هنا، تقوم باختيار العنوان، يعني هذا هو العنوان الذي استخدمناه. اوكي، ساقوم بنسخه ووضعه هنا، سأضغط اسباس ثم سأرجع إلى الأول وسأقوم بكتابة أي شيء على سبيل المثال خطير. أوكي، يجب أن تكون هنا، أن تكون الكلمة الأولى جاذبة على سبيل المثال خطير أو عاجل أو شيء من هذا. خطير، أوكي، ثم أضع نقطة الآن ثم أضع أوكي. خدمة السق مجوهرات، سأرجع إلى هنا ثم أذهب إلى هذه الخاصية التي تعطيني او يعني اوجه، يعني ساختار وجه غاضب او وجه على سبيل المثال وجه غاضب. اوكي، سانتظر هنا. هذه الخاصية او هذه الاداة تكون يعني بخصوص البيدك، يعني اذا كنت تمتلك البيدك فستجد هذه الايقونات بهذا الشكل. سانتظر هنا الى ان يظهر لي اوكي، ساختار هذه الخاصية او هذه الايقونة او هذه الايموتيكون. مباشرة بعد ذلك ساقوم بالضغط هنا واقوم بنسخ ولصقه في البداية هنا. اوكي، ساقوم بالضغط خادمة ثم ساذهب الى البرنامج. هذا البرنامج سبق وان شرحته، ستجد الرابط اسفل الفيديو، وستجد كذلك رابط الشروحات اسفل الفيديو الخاصة بالفيديوهات السابقة في كيف نشأنا هذا الفيديو الخادم، وكذلك كيف انشأنا الصورة، وكذلك يعني الحلقة حلقة بحلقة. المهم سأقوم بالضغط هنا على خادمة ثم أضغط على ستار هنا وسأنتظر إلى أن يعطيني النتائج على هذا الشكل. أوكي، فقبل أن يعطيني هنا أوكي ها هو الآن أعطاني. سأقوم بأخذ هذه الخانة الأولى، سأقوم بنسخها وأرجع إلى هنا وأقوم بوضع هذا. سأقوم فقط بوضع هذا ثم سأقوم مرة أخرى أين هنا، أقوم بأخذ هذا الاسم كذلك سأضعه هنا ثم أرجع إلى البرنامج، أقوم بأخذ كل هذا. فكما تشاهد معي الآن فالبرنامج يعطيك هنا اسباس ويعطيك هنا اسباس، فالاسباس يمكن أن تضع هنا الاسم الخاص أو رابط القنوات الخاصة بك، تضعها هنا أي صفحة فيسبوك التي قمنا بإنشائها تقوم بوضعها في هذا المكان. كذلك ممكن تضع تويتر، انستغرام أو أي شبكة اجتماعية تقوم بإنشائها وتنشئ رابط خاص بك وتقوم بوضعه هنا حتى تتأشف جيدا في اليوتيوب. أوكي، سأقوم هنا بالرجوع إلى الخلف، وها هي الآن قد وضعت هنا في هذا المكان. سبق أن وضعت، أوكي، سأنزل إلى الخلف إلى أسفل عفوا. كما تشاهد معي الآن سأنزل إلى هنا ثم سأقوم بالرجوع إلى هنا. كما تشاهد معي الآن السيو الآن صفر، فبمجرد أن أضع التاج وبعد كل هذا سيصبح هنا لي 40 أو 41، فهذا هو الهدف الخاص بي أن يكون لي أكثر من 40% أو نعم 40 في على 60 على ما المهم 40 على 60. سأذهب إلى هنا خطير، سأقوم بأخذه ولصقه هنا. خادمة أذهب إلى تسريق، أوكي، مجوهرات، اوكي، مليون، اوكي، جنيه، شقة، صاحب. كما تشاهد معي الآن أصبحت 38 وأنا لم أكمل بعد. اوكي، صاحب، ثم هنا شركة، مدينة،
نصها ما أعرف ما هذا الاسم. المهم قناة الجمال يجب أن تضع اسم القناة الخاصة بك كذلك هنا، ثم سأرجع إلى هذا الخيار هنا، لا يوجد أي كيوردات. المهم الآن 41، لكن سأقوم مرة أخرى. خادمة تسرق من الجوهرات، أوكي. خادمة تسرق، أوكي. مليون جنيه، هذا كيورد، أوكي. شقة، أوكي. صاحب شركة، أوكي. سأخذ هذا وضعه هنا. مدينة نصر، أوكي. سأضع هنا، ثم سأضع هنا خبر، أخبار، عاجل، أوكي. فالآن أصبح الآن السيو جيد 43، والآن سيصبح أكثر من ذلك على ما أظن. المهم سأقوم بنسخ هذا وأضعه هنا. يجب أن تشارك في جوجل بلس كما تشاهد معي. أصبح 45، كما تشاهد معي الآن أصبح هنا. يجب أن تقوم بوضع في هذا المكان تشارك في جوجل بلس وكذلك التويتر. تقوم بالضغط هنا وتدخل بحسابك في التويتر كذلك في جوجل بلس. الآن بعد أن انتهينا من كل هذا، سنقوم الآن بوضع الصور المصغرة التي سبق وأن أنشأناها في الحلقة الماضية. يمكن مراجعتها كذلك من خلال الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو. فهنا سأضغط على فضيحة، ثم هنا هذا، أوكي. سأنتظر هنا وسأرجع إلى السيو. أظن أنه سيصبح أكثر من 45، لا 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 لا، أصبح 45 فقط. سأرجع إلى هنا إلى أن يتم تحميل الصورة وأنشر الفيديو، وبعدها سأقوم بوضع هذا الفيديو في ال في ال في اليوتيوب أو في الفيسبوك عفوا، حتى أجلب الزوار كذلك كما سبق وأن ذكرنا لكم. سأنتظر هنا. اوكي، الان قد تم انهاء او قد تم انهاء هذا الفيديو. الان كل ما تبقى لي هو ان اضغط على بيبلي هنا. سانتظر الى ان يتم نشر او بيبليش على حسب اللغة التي تعتمدها. اوكي، سأضغط على بيبلي او بيبليش، ثم سانتظر الى ان يتم نشر الفيديو بنجاح. فالان الفيديو قد تم نشره بنجاح. كل ما تبقى لنا هو الحصول على الزوار وكيف يمكن لك ان تسعد بهذا الفيديو في الساعات الاولى فقط. فهذه الحلقة هي حلقة النشر فقط. في الحلقة القادمة هي كيف تنشر الفيديو الخاص بك، أو كيف تجلب عدد كبير من الزوار أو من المشاهدات الخاصة بك. كان هذا كل شيء في هذه الحلقة. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى الضغط على لايك، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.